أحمد رافع أحد أشهر الفنانين السوريين الذين أثاروا جدلاً بينما نشر وصية مؤثرة أبكت جمهوره وبعضاً من زملائه بعد مواجهات أخلاقية قاسية معهم، بينما أعلن موقفاً إنسانياً بينه وبين باسم ياخور. هل أعلن الفنان الكبير توبته أم أن أزمته الصحية اضطرته إلى تهدئة الأجواء؟ وهل سيقبل خصومه الاعتذار؟ أحمد رافع فنان لم يسلم منه أحد من خصومه الذين يعترفون بثباته على مواقفه مهما كانت ضد التيار أو حتى ضد زملائه الذين لا يتفق معهم. أما الفنانون أصحاب المواقف السياسية فنالوا النصيب الأكبر من وصلات الألفاظ القاسية التي وصفهم بها ذلك الفنان. رافع أعلن موقفه من الثورة السورية عام 2011 ووصف المشاركين فيها بأقذع الألفاظ واصفاً إياها باستهداف مخطط الاستقرار سوريا. جميع تلك المواقف التي اتخذها أحمد رافع كانت بالنسبة له مجرد آراء شخصية، إلى أن اتخذ رافع موقف الخصم ضد كل داعم للاحتجاجات زميلاً كان أم غير زميل. وطالما تحول أحمد رافع إلى طرف في مواجهات ومواجهات مضادة، حتى ظهرت مطالبات لنقابة الممثلين السوريين بضرورة أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد رافع، رداً على انتقاداته التي تجاوزت حد النقد الموضوعي إلى استهداف زملائه بما لا يليق من فنان كبير من المفترض أن له تاريخه ومواقفه. أشهر أزمات أحمد رافع تصدرها ذلك المقطع المصور والذي ظهر خلاله صوت سيدة قيل إنها إحدى عشيقات رافع، وتسبب ذلك المقطع في أزمة كبيرة بعد سماع ألفاظ خارجة استهدف بها الفنان عددا من زملائه في الوسط الفني، ووصل حد التطاول إلى التعرض بذات الألفاظ غير اللائقة للشعب العراقي واللبناني، وتردد وقتها أن ألفاظ رافع كادت أن تتسبب في أزمة سياسية غير محمودة العواقب. الفنان السوري أيمن رضا كان وقتها من بين قائمة الفنانين الذين استهدفهم أحمد رافع، الذي زعم أن رضا وصلت به درجة التوسل إليه أنه أقدم على تقبيل يده وطلب منه العفو عنها بعد أن نال من سمعته في بث مباشر أمام الجماهير. حتى اللاجئين السوريين في المجتمعات الأوروبية لم يتركهم رافع ووصفهم بأنهم خنازير، الأمر الذي قوبل بحملة إدانة واسعة النطاق. حينما تم تكريم المبدع السوري الملقب بالشامي في الرياض، اندلع غضب أحمد رافع مجددا وعارض حصوله على جائزة. وكان الأشد غرابة في تصريحات رافع وصفه العرب بكلمات خارجة أثناء دفاعه عن سوريا. مذيعون ويوتيوبر سوريون منهم ميسون برقدار ونور حلبي الذي أجرى اتصالا بأحمد رافع وزعم أنه سيدة تخاطبه. أما ميسون برقدار فقد ورطت أحمد رافع في أزمة باتصال بدأته على أنها من صفوف المؤيدين، وفوجئ رافع في نهاية الاتصال بأن برقدار تفاجئه بأنها من المعارضة. رافع فاجأ جمهوره ومتابعيه وزملائه بأنه يعاني أزمة صحية مؤخرا بعد نقله للعلاج، وأنه يحتاج علاج مستوردة من الخارج، وأنه يعاني صعوبة حتى في الوضوء. وتزامنت تلك التصريحات مع حلول شهر رمضان، الأمر الذي فسره محب الفنان بأنه توبة، بينما ظهر جدل بشأنه على أنه محاولة تلطيف للأجواء. بينما أشاد رافع بزملائه باسم ياخور ودريديد لحام وغيرهم، اختلف الجمهور أو اتفقوا على رافع، إلا أنه يظل صاحب رصيد فني كبير وأحد علامات الزمن الجميل.